هنعمل كوارع بصوص الصنوبر. الله ايه ده فعلا. صنوبر وبابريكا وتوم وحاجات كده لطيفه هتعجبكم قوي، نحكي عليها في ساعتها ونشوف بقى الكوارع هنعملها ازاي. معانا الكوارع، وماذا كارع؟ ده كارع مثلا معايا الاول، معايا اول حاجه هعملها معايا شويه دقيق خلاص، وبعدين ميه مغليه خلاص. الدقيق ده بقى هعمله كده يعني معلقه كبيره دقيق على مثلا ايه لترين ميه على الكارع ده. الاول ادوب، نقول المقادير: بصل، جزر، كرفس، ورق لور، حبهان ومستكه، وروزماري، والكوارع. هنا بقى الصوص حاجه جميله قوي: صنوبر، بابريكا، شطه، جوز الطيب، وتوم، ليمون عصير، ومرق ستوك الكوارع. طيب هعمل ايه بقى؟ هاخد شويه الايه الدقيق دول و و و و و و احط عليهم ميه. ميه قد ايه؟ ادوبهم. اجي هنا احطهم في الميه المغليه، واحط معاهم عودين كرفس حتتين صغيرين كده، ثلاثه يا عم ما تزعلش اهم، يلا ثلاثه، وشوية جزرات، وبصلايا يا ربع بصلايا، اوكي؟ اقول لكم ليه؟ وحبتين حبهان، اوكي؟ بلاش المستكه دلوقتي، واحد كده تضمن ايه؟ حصل بان او روزميري، بس كده كفايه كده، اوكي؟ بس نقلب الكلام ده، نقلب الكلام ده. وبعدين احط الكوارع. اوكي يلا الكوارع. ها هنغلي الكلام ده مع بعضه شويه لغايه ما اللون يبتدي يتغير، وما ادينوش ملح ولا حاجه خالص دلوقتي خالص. بعد ما ده بيحصل اصفي الميه، اوكي، واحط ميه جديده ومعاها الكوارع، وبقيت بقى ايه القصه، بقيت البصل وبقيت الجزر وبقيت الكرفس وكل الحدوث دي وملح، واسيبهم بقى يستووا. اوكي ايوه. هنا بقى معايا ايه؟ تعالوا نحضر شغل الصوص بتاعها. نحط الصنوبر الاول، وايه؟ اطحنه. وبعدين احط عليه بقى البابريكا، معلقتين كبار، ومعلقتين توم، والشطة معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة من جوز الطيب. اوكي ونعمل ايه بقى؟ ونضرب ضربتين كده. اوكي ونبص. اوكي ارفع بقى الكلام ده على النار. وريني كده اهو. نحط بقى ايه شويه كده الاول بهريز اللطيف ده، وبعدين انزل عليه القصه الحلوه دي.
هو ده الصوص بتاعنا بقى. شوية ملح مش كتير قوي لانه الشوربه المفروض انها مملحه. يلا خلاص بقى احنا ايه صفينا والكلام ده زي ما قلنا هنعمل كده. هنا بقى احط البصل واحط الجزر وورق اللور والكرفس وروزماري تلات عيدان كده والاستكة وحبهان بقى نحط ايه مثلا تلاتة واحد اثنين تلاتة اوكي ونملح ملوحة اوكي وناخد بقى الكوارع دي ونحطها ونسوي بقى. طبعا مش هستنوا معايا لما نسوي طبعا عاملين نسخه اوكي فهمنا. طيب يلا يا عم يلا يا عم نشيل دي بقى ونجيب اللي احنا عاملينها اوكي اوكي هنعمل كده ونحط ميه مغليه ونسخن الدنيا دي اوكي اوكي نرجع بقى هنا تاني نحط الليمون عصير الليمون ونقلب جميل تغلي بقى معايا شويه بسمتي معمول بالزعفران وبشر الليمون والفلفل ايه الحامي جوليان اهو اوكي خلاص بقى انت ايه مستوي نبتدي نحطه كده اوكي وبعدين اخد بقى ايه الصوص بتاعي واحطه عليه يلا نقدم ده كده بألف هنا وشفا و نعمل ده كده لازم نحط له شوربه لو ما حطيناهوش شوربه هيلزق في بعضه ونقدم ده كده استنى يا عمده استنى يا عمده شوربه بقى